الجزء الثاني خاص بالويفز، الجزء الثالث خاص بالساوند ويف والضوء وتداخل الضوء. هنبدأ النهارده بالجزء الأولاني اللي هو خاص بالأوسيليشن، وده هناخد فيه ثلاث موضوعات أساسية. الموضوع الأساسي هناخد فيه السيمبل هارمونيك موشن، وبعدين هناخد الموضوع الثاني الدامبد أوسيليشن، والموضوع الثالث هناخد الفورسد أوسيليشن. المادة بتاعتنا عبارة عن ساعتين محاضرة أسبوعياً وساعتين عملي بالتبادل مع ساعتين النظري. يعني انت هتاخد معمل اسبوع بعد اسبوع ونظري اسبوع بعد اسبوع، انما المحاضره اسبوعيه. الماده من 100 درجه، 60 على امتحان نهايه الفصل و20 على امتحان على اعمال السنه كلها و20 على امتحان الشفوي العملي، يبقى 60 درجة على 60 درجة على امتحان الفاينل، 20 على أعمال السنة، 20 التانيين على امتحان العملي والشفوي. هنبدأ إن شاء الله الجزء الأول النهاردة اللي هو هنتكلم فيه على السيمبل هارمونيك موشن. لو سمحت، ايوه يا حبيبي، الشاشه عندي سمرا، الناس كلها عندها شاشه سمرا. وانا برضو سمرا عندي، انا برضو يا دكتور. لا وانا سمرا عندي برضو دكتور. لا هي واضحه عندنا، في ناس واضحه عندها. طيب الناس اللي واضحه عندها وفي ناس مش واضحه اعمل ايه؟ طب الناس اللي واضحه عندها شايفه ايه؟ اللي هو بيريودك موشن. مظبوط كده، يبقى اللي عنده مش واضحه يبقى يشوف تشيك على الشاشه بتاعته. شايف المايك يا احمد عبد الهادي؟ هنتكلم على الحركة الاهتزازية أو السيمبل هارمونيك موشن، والسيمبل هارمونيك موشن المقصود بها الحركة الاهتزازية أو الحركة الدورية، ودي الحركة اللي هي بتتكرر بانتظام في فترات زمنية منتظمة، تتكرر بانتظام في فترات زمنية منتظمة. يبقى لما يكون عندي أوبجكت، الأوبجكت ده بيتحرك بريودك موشن حول موضع اتزان. الأول يعني إيه موضع اتزان؟ موضع اتزان المقصود به الموضع اللي بتكون فيه القوة الأفقية والرأسية المؤثرة على الجسم تساوي صفر. يبقى موضع الاتزان هو الموضع اللي بتكون فيه القوة الأفقية والرأسية المؤثرة على الجسم تساوي صفر. يبقى الجسم إمتى يؤدي حركة دورية أو حركة اهتزازية؟ إذا اهتز أو تذبذب حول موضع الاتزان تحت تأثير يا إما قوة يا إما عزل يا إما فورس يا إما تورك. الفورس دي بنسميها ريستورينج فورس، والتورك ده بنسميه ريستورينج تورك اللي هو بنسميه القوة الإرجاعية أو العزم الإرجاعي، القوة الإرجاعية أو العزم الإرجاعي. والقوة الإرجاعية دي أو العزم الإرجاعي كل دورها إن هي بترجع الجسم إلى وضع الاتزان، بترجع الجسم لوضع الاتزان. يبقى الجسم بيهتز
تاو تحت موضع ثابت. ولا الشاشة راحت؟ حاضر. كده واضحة؟ تمام. واضحة كده يا شباب؟ تمام يا دكتور. طيب ماشي. يبقى الجسم يهتز حول موضع ثابت اللي بنسميه موضع اتزان تحت تأثير قوى إرجاعية وعزم إرجاعي. هناخد خمس أمثلة في الأنظمة الميكانيكية على السيمبل هارمونيك موشن، وهناخد نظام واحد في الأنظمة الكهربية. النظام الأول اللي بنتكلم عليه عبارة عن كتلة M مثبتة بنهاية زنبرك. الزنبرك في الوضع ده لا هو مشدود ولا مضغوط، وهي الكتلة دي تتحرك على مستوى أملس. المستوى الأملس ده عديم الاحتكاك ومهمل الوزن. عديم الاحتكاك ليه؟ عديم الاحتكاك عشان أضمن أن لن يحدث فقد في الطاقة الميكانيكية الكلية. والطاقة الميكانيكية الكلية المقصود بها مجموع طاقتي الوضع والحركة، مجموع طاقتي الوضع والحركة. لو أنا بصيت هنا هلاقي ده وضع اتزان. وضع اتزان في الكتلة متزنة تحت تأثير قوتين، قوة الوزن لأسفل ورد فعل المستوى لأعلى، والوزن بيساوي رد الفعل، وبالتالي الكتلة هنا متزنة عند وضع اتزان. ده لو أنا أثرت على الكتلة دي شديتها في اتجاه اليمين، اتحركت في اتجاه الموجب لمحور X بإزاحة ولتكن تساوي X، اتحركت إزاحة، الإزاحة دي تساوي X في الاتجاه الموجب لمحور X. هنا على طول الشغل اللي أنا بذلته، الشغل اللي أنا بذلته لاستطالة الزنبرك بيختزن كلية عندي على هيئة طاقة وضع. يبقى الشغل المبذول لإطالة الزنبرك يختزن عندي على هيئة طاقة وضع، وبالتالي هيبدأ هنا تظهر القوى الإرجاعية، لأن احنا قلنا الجسم هيتأثر بقوة إرجاعية أو عزم إرجاعي. القوى الإرجاعية دي زي ما قلنا تتناسب تناسب طردي مع بعد الجسم عن موضع اتزانه، وبالتالي كل ما الجسم يتحرك بعيد عن موضع اتزان كل ما قيمة القوى الإرجاعية دي قيمتها بتزيد، إنما بتصل إلى حد معين بتكون لها القدرة إن ترجع الجسم تماماً إلى وضع اتزان تاني. ده معناه لما الجسم بيتحرك في اتجاه اليمين يبقى الشغل اللي أنا بذلته لشد الزنبرك في اتجاه اليمين اختزن عندي كلياً على هيئة طاقة وضع، وبالتالي لما يكون الديسبليسمنت إكس هنا بالموجب هتكون القوة الإرجاعية بالسالب. القوة الإرجاعية بالسالب معناها إن القوة الإرجاعية في عكس اتجاه الديسبليسمنت. طالما القوة الإرجاعية عندي بالسالب يبقى العجلة هي كمان هتكون بالسالب. يبقى أنا لو جيت عن الوضع ده وبصيت على القوة المؤثرة على الجسم هلاقي القوة الرأسية رد فعل المستوى الأعلى والوزن الأسفل، إنما القوة الأفقية ما عنديش غير قوة واحدة بس بتأثر على الجسم اللي أنا بسميها القوة الإرجاعية، اللي هي بنسميها القوة الإرجاعية، ودي بتعمل في عكس اتجاه الحركة، بتعمل في عكس اتجاه الحركة. القوة الإرجاعية دي بترجع الجسم تاني لوضع الاتزان بتاعه، وبالتالي لو أنا بصيت هنا هلاقي القوة الإرجاعية خلاص رجعت الجسم لوضع الاتزان، أصبح هنا الجسم القوة اللي عليه تساوي صفر. طاقة الوضع اللي اكتسبها نتيجة الشغل المبذول لاستطالة الزنبرك كلها خسرها عند وضع اتزان. طب خسرها فين؟ لحساب مين؟ لحساب طاقة الحركة. الجسم خسر هنا كل طاقة الوضع، كلها أصبحت طاقة حركة عند وضع اتزان.
ده معناه ايه؟ معناه ان عندي وضع الاتزان السرعه اللي عندي بتكون اقصى قيمه لها، وبالتالي طاقه الحركه بتساوي اقصى قيمه لها، وبالتالي بيكون الطاقه الكليه هنا تساوي طاقه الحركه. هنا القوة الإرجاعية بصفر، يعني لما يكون الاكس بصفر، احنا قلنا الاف تتناسب مع الاكس، فلما يكون الديسبليسمنت اكس بصفر ده معناها ان ما عنديش ريستورنج فورس، نو فورس، معناها ان ما فيش عجله، ما فيش لا فورس ولا عجله، انما السرعه بتكون ايه؟ قيمه عظمى. طبعا السرعه قيمه عظمى، الكتله مش هتوقف، السرعه العظمى دي هتروح في ضغط الزنبرك في الاتجاه العكسي، بالتالي الجسم لما هيتحرك في الاتجاه العكسي فالاكس هنا هتكون نيجاتيف بالسالب، هيقابلها قوة إرجاعية في اتجاه الموجب لمحور اكس، وبالتالي في عكس اتجاه الحركة يبقى القوة الإرجاعية هتكون بالموجب والعجلة هتكون بالموجب. يبقى القوة المؤثرة عندي هنا هتكون رد فعل المستوى الأعلى، الوزن الأسفل، القوة الإرجاعية في عكس اتجاه الحركة. يبقى هنا الجسم ده بيؤدي حركة تفقية بسيطة نتيجة انه بتذبذب حول موضع اتزان، بيتحرك في اتجاه اليمين في اتجاه الشمال حول موضع اتزان تحت تأثير قوة إرجاعية. القوة الإرجاعية دي قيمتها بتساوي صفر عند وضع اتزان، بتساوي أقصى قيمة لها لما يكون الجسم عند أقصى بعد عند موضع ايه؟ عن موضع اتزان. بنعرف بعض الكميات الفيزيائية اللي هتفيدنا في الحركة التوافقية البسيطة، زي أول حاجة الأمبليتيود. الأمبليتيود ده بنسميه الماكسيمم ديسبليسمنت أو أقصى قيمة للإزاحة، وبرمز لها برمز A كابيتال. يبقى الديسبليسمنت هي A كابيتال اللي هي بتساوي X ماكسيمم. X ماكسيمم البريود أو الزمن الدوري، ده الزمن اللي بياخده الجسم عشان يعمل دورة كاملة، دورة كاملة أو اهتزازة كاملة أو ذبذبة كاملة. الفريكوانسي هو عدد الذبذبات في وحدة الزمن. الفريكوانسي هو عدد الذبذبات في وحدة الزمن، وبالتالي أقدر أقول إن الأنجلر فريكوانسي هيساوي الأوميجا بيساوي 2 باي إف. يبقى الإف اللي هو الفريكوانسي بيساوي مقلوب البريود. يبقى تي بيساوي واحد على فريكوانسي، والأوميجا اللي بنسميها الأنجولار فريكوانسي بتساوي 2 باي اف اللي هي بتساوي 2 باي على تي. قانون هوب اللي احنا بنستخدمه عشان نعرف قيمة القوة الإرجاعية، قانون هوب بيقول ايه؟ بيقول ان الريستورينج فورس او القوة الإرجاعية تتناسب تناسبا طرديا مع الديسبليسمنت، والديسبليسمنت هي بعد الجسم عن موضع اتزان. يبقى restoring force برمز لها برمز FX، دي بتكون في عكس اتجاه الحركة وتتناسب مع displacement، معناها لما X بتساوي 0 عند موضع اتزان restoring force بتساوي 0، كل ما الجسم يبعد عن موضع اتزان كل ما قيمة القوى الإرجاعية بتزيد. لما X تساوي maximum يعني X تساوي A capital، في الحالة دي بتكون restoring force بقيمتها العظمى، وبتكون قادرة إنها تغير من اتجاه السرعة، تكون قادرة إنها تغير من اتجاه السرعة. وبالتالي أقدر أقول إن الإف تتناسب مع الإكس، يبقى الإف عشان أشيل علامة التناسب أحط التساوي، فبحط ثابت بيساوي الكي. الكي بسميه فورس كونستانت أوف سبرينج أو سبرينج كونستانت وخلاص، بقول عليها سبرينج كونستانت، والوحدة بتاعتها نيوتن لكل متر، والوحدة بتاعتها نيوتن لكل متر. الإكس ده الديسبليسمنت، الإف إكس دي الريستورينج فورس. إشارة الناقص دي بتقول لي إيه؟ إشارة الناقص دي بتقول لي إن اتجاه القوة في عكس اتجاه الديسبليسمنت، اتجاه القوة في عكس اتجاه الديسبليسمنت. وبالتالي لما يكون الستورنج فورس دي تتناسب مع الديسبليسمنت من وضع اتزان، فانا بسمي الحركه الدوريه بالحركه بالسيمبل هارمونيك موشن او الحركه التوافقيه البسيطه او الحركه التوافقيه البسيطه. طيب القوه الارجاعيه دي بتساوي ايه؟ القوه الارجاعيه تبقى لقانون نيوتن الثاني بتساوي الكتله في العجله، بتساوي الكتله في العجله،
يبقى العجلة جسم اللي عندي كان بتحرك في اتجاه محور إكس، يبقى العجلة اللي هي التفاضل الثاني بتاع الإزاحة في محور إكس بالنسبة للزمن بتساوي القوة الإرجاعية على الكتلة، الكتلة. وبالتالي أقدر أقول إن العجلة هتساوي التفاضل الثاني بتاع الإزاحة بالنسبة لمحور بالنسبة للزمن هتساوي القوة الإرجاعية اللي هي بتساوي ناقص الكي في الإكس على إم. يبقى العجلة هتساوي ناقص الكي على الإم في الإكس، الكي ده الفورس كونستانت أو السبرينج كونستانت، السبرينج كونستانت، الإم ده الماس بتاعة الأوبجكت، الإكس ده الديسبليسمنت، الإي دي العجلة في اتجاه محور إكس، ده التفاضل الثاني بالإزاحة بالنسبة للزمن. المعادلة دي عاملة زي بصمة الإيد كده، زي بصمة الإيد. لما اشوف المعادله زي دي كده يبقى الحركه بتاعه هذا الجسم هي حركه توافقيه بسيطه. امتى الجسم يؤدي حركه توافقيه بسيطه؟ اذا كانت العجله تتناسب تناسب طردي مع الازاحه، وثابت التناسب اللي هو هنا في الحاله بتاعتنا بيساوي ناقص الكي على الام. يبقى لما العجله تساوي ناقص مقدار ثابت في الازاحه يبقى الجسم ده بيؤدي حركة توافقية بسيطة. الإزاحة الخطية X للإزاحة الخطية، الـ AX أو التفاضل الثاني بتاع الإزاحة الخطية اللي هو العجلة الخطية ده بيساوي ناقص مقدار ثابت في الإزاحة، يبقى على طول الجسم ده بيؤدي حركة توافقية بسيطة. بسمي المقدار اللي هو أوميجا سكوير بالكي على ام، بسمي المقدار اللي هو اوميجا سكوير بالكي على ام، وبالتالي يبقى العجله هتساوي ناقص اوميجا سكوير في اكس. المعادله دي الاوميجا دي اللي احنا بنسميها الانجولار فريكوانسي، الكي اللي هو الفورس كونستانت، الام دي الماس بتاع الصوره راحت الصوره راحت الصورة. لا الصورة دكتور. واضحة كده؟ تمام دكتور ظهرت كده. يبقى الأوميجا بتساوي جذر كي على ام. المعادلة دي معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية. أنت هتاخد إن شاء الله السنة دي في الرياضة حل المعادلات التفاضلية من الدرجة الأولى والثانية والهاي أوردر وأنت ماشي. ليه بنسمي المعادلة دي حركة توافقية؟ لأن الجماعة بتوع الرياضة بيسموا الدوال بتاعة الساين والكوساين دوال توافقي. وعشان الحل بتاع المعادله دي اللي هو بيساوي الاكس بيساوي الاكس هو الديسبليسمنت اللي هو حل المعادله التفاضليه اللي فوق، الاكس هنا هو حل المعادله التفاضليه، هو حل المعادله التفاضليه دي خلاص حلها ايه؟ اكس كداله في الزمن بتساوي الامبليتيود كوساين اوميجا تي زائد الفاي، الاكس بتساوي الاي كوساين اوميجا تي زائد الفاي، الاي ده الامبليتيود، الاوميجا ده الانجولار فريكوانسي اللي هو بيساوي جذر كي على ام، تي ده الزمن، الفاي ده الفيز انجل. انا عندي هنا في المعادله دي مجهولين، المجهول الاول اللي هو الاي، المجهول الثاني اللي هو الفيز انجل. والمجهولين دول بيتم تحديدهم من الشروط الابتدائية. يعني ايه الشروط الابتدائية؟ يعني الإزاحة عند بدء الحركة والسرعة عند بدء الحركة. يعني عند تي بتساوي زيرو الجسم كان عن بعد قد ايه من موضع اتزان، وعند تي بتساوي زيرو الجسم كانت سرعته الابتدائية قد ايه.
لو انا قلت ان الحل بيساوي A sin omega t زائد phi حل صحيح، الحل A cosine omega t زائد phi برضو حل صحيح، كلاهما حل صحيح، انما الA والphi تحديدهم بيعتمد على الشروط الابتدائية. يبقى الديسبليسمنت عندي كدالة في الزمن اللي هي بتوصف إزاحة الجسم اللي بيؤدي حركة توافقية بسيطة كدالة في الزمن، بنوصفها بدالة ساين أو كوساين، بتساوي إيه؟ كوساين أوميجا تي زائد فاي، وزي ما أنت شايف بتبقى دالة كوساين. أقصى إزاحة أو بعد الجسم بتساوي إيه؟ أو ناقص إيه؟ بتساوي موجب إيه؟ لما يكون الجسم عند أقصى بعد في اتجاه اليمين، ناقص إيه؟ لما الجسم يكون أقصى بعد في اتجاه الشمال. الزمن اللي بياخد الجسم عشان يعمل دورة كاملة بسميه الزمن الدوري، عشان يبدأ يكرر حركته تاني بسميه الزمن الدوري. لو أنا فضلت الإزاحة تديني السرعة بتاعة الجسم، التفاضل بتاع الكوساين أوميجا تي بماينس ساين، والتفاضل ما بداخل القوس هيبقى بأوميجا، ده معناه إن السرعة عندي هتساوي ناقص أوميجا في إيه؟ ساين أوميجا تي زائد فاي. وبالتالي لو أنا بصيت كده في الرسمة اللي قدامي دي، هلاقي إن أقصى سرعة بالموجب تساوي أوميجا في إيه، وأقصى سرعة بالسالب بتساوي ناقص أوميجا في إيه. ولو بصيت على الديسبليسمنت والسرعة، هلاقي لما السرعة بتكون قيمة عظمى بلاقي الديسبليسمنت بكام؟ بزيرو. لما السرعة بأقصى قيمة لها سواء بالسالب أو بالموجب بلاقي الديسبليسمنت بزيرو. لما الديسبليسمنت بأقصى قيمة لها بلاقي السرعة عندي بزيرو، لأن احنا قلنا عند موضع الاتزان بيكون السرعة ماكسيمم والعجلة بزيرو والديسبليسمنت بزيرو. لو أنا بصيت هنا هلاقي إن السرعة بتساوي سالب أو موجب، سالب أو موجب أوميجا في A. لو الجسم بيتحرك في اتجاه الموجب لمحور X يبقى السرعة بتاعته موجب أوميجا في A، بيتحرك في اتجاه السالب لمحور X يبقى السرعة بتاعته بتساوي ناقص أوميجا في A. العجلة اللي هي التفاضل بتاع السرعة هيساوي ناقص أوميجا سكوير في A كوساين أوميجا T. لاحظ إن المقدار ده هو الA كوساين أوميجا T اللي هو عبارة عن الـ X of T، ده معناه إن العجلة هتساوي ناقص أوميجا سكوير في الإزاحة. يبقى فعلا الإكس بتساوي A كوساين أوميجا T، ده حل للمعادلة التفاضلية من الدرجة الثانية. ولو أنا عملتها ساين برضو هتطلع بنفس المقدار. يبقى العجلة الماكسيموم هتساوي سالب أو موجب، سالب أو موجب أوميجا سكوير في A، سالب أو موجب أوميجا سكوير في A، وهلاقي ان العجله ماشيه مع الديسبليسمنت. الديسبليسمنت ماكسيمم هتبقى العجله ماكسيمم بس بالسالب، بالعكس لما يكون الديسبليسمنت هنا العجله اقصى قيمه لها بالموجب هلاقي الديسبليسمنت اقصى قيمه لها بالسالب، العجله اقصى قيمه لها بالسالب هلاقي الديسبليسمنت اقصى قيمه لها بالموجب. احنا قلنا الاي والفاي دول بيتم تحديدهم من الشروط الابتدائيه. ايه الشروط الابتدائية؟ عند تي بتساوي صفر، يعني عند بدء الحركة الجسم كان على بعد قد ايه من موضع اتزان، وده بسميها اكس نوت. وكانت سرعته عند ايه في الوقت ده؟ ده بسميها الانيشال فيلوسيتي او الفي نوت اكس. دول معلومين الاثنين، الاكس نوت والفي نوت اكس، الاثنين معلومين، اقدر اجيب قيمة الاي والفاي. طيب لو انا عوضت في المعادلة ده اهي، الاكس بتساوي ايه كوساين اوميجا تي زائد فاي، حطيت تي بصفر، لما احط تي بصفر هيطلع لي الاكس نوت، لان الجسم هنا عند تي بصفر كان على بعد اكس نوت من موضع اتزانه، يبقى الاكس هنا هتساوي اكس نوت، هتساوي الايه؟ كوساين فاي. طيب لما اجي في السرعه هنا واعوض بزيرو تي بزيرو، هيبقى السرعه هنا اللي هي في نوت اكس هتساوي ناقص اوميجا في ساين فاي، ناقص اوميجا في ساين فاي. يبقى انا عندي هنا معادلتين، دي المعادله الاولانيه ودي المعادله الثانيه. المعادلتين دول في مجهولين، ايه هما المجهولين؟ الاي والفاي.
عشان اجيب الايه الاول هربع المعادلتين الاولى والثانيه بعد الاسم على اوميجا نوت، يبقى هنا اكس نوت سكوير هتساوي سكوير كوساين سكوير فاي، ودي لما اقسمها على اوميجا هتبقى الفي نوت اكس على اوميجا سكوير هتساوي سكوير ساين سكوير فاي. لما اجمع المعادلتين مع بعض ساين سكوير وكوساين سكوير بواحد يبقى الايه هيساوي الجذر التربيعي لاكس نوت سكوير زائد في نوت اكس سكوير على اوميجا سكوير. يبقى انا هنا قدرت احدد الايه اللي هو الامبليتيود اللي هو اقصى ديسبيسمنت عن طريق معرفتي بالازاحه الابتدائيه بعد الجسم عن موضع اتزانه الابتدائي والسرعه الابتدائيه بتاعتنا اللي هي السرعه عند بدء الحركه، والاوميجا طبعا سكوير اللي هي بتساوي كي على ام. وطبعا عاوز اجيب قيمه الفاي، هقسم المعادله الاولى على الثانيه او الثانيه على الاولى، لما اقسمهم على بعض هيديني فاي هتساوي تان ماينس 1 تان ماينس 1 ناقص في نوت اكس على اوميجا في اكس نوت ناقص في نوت اكس على اوميجا في اكس نوت. يبقى انا اقدر احدد من الاكس نوت والفي نوت قيمه الايه والفاي اللي هم بيحددوا لي الساين الازاحه بدقه بدات منين. ما ممكن الكوساين تبدا كده، انما بدات من هنا منين ده طبقا لايه الايه والفاي. حد ليه اسئله؟ حد ليه اسئله؟ طب حد سامعني؟ سامعين حضرتك. طيب مع حضرتك ماشي يا شباب. المثال الاول بيقول لي سبرينج مثبت هوريزونتالي يعني افقيا، والليفت هاند بتاعته اتس ليفت اند، الليفت اند اللي هي دي طرفه الشمال فيكس مثبت يعني. وفي عندي هنا سبرينج بالانس مثبت في الفري اند او الناحيه الحره بتاعه سبرينج، وبعدين شدينا جذبنا بولد توورد ذا رايت يعني جذبنا السبرينج ده في ناحيه اليمين، ولما جذبته باتجاه اليمين بقوه كانت 6 نيوتن حصل فيه ديسبيسمنت 3 من 100 متر. وبالتالي اقدر من هنا طبقا لقانون هوك اجيب الثابت كي، لان انا عارف ان الاف بتساوي الكي في الاكس، عندي القوه هنا تتناسب مع الازاحه، الازاحه هنا ب 3 من 100 متر يعني حوالي 3 سنتي، والقوه 6 نيوتن، يبقى اقدر اجيب من هنا الثابت كي. الثابت كي هيساوي 6 على 3 من 100. طيب نقطه هنبدا حاله جديده بقى، ويبليس يعني استبدلنا البالانس ده بنص كيلو جرام كتله بتساوي نص كيلو جرام، شلنا البالانس ده واستبدلناه بنص كيلو جرام، يعني ده وضع جديد، وضع اتزان جديد اللي هو وضع ده اهو اكس بتساوي زيرو. خلاص؟ طيب الكتله دي بتاع الكتله اللي انا دي عندي بنص كيلو جرام جذبتها ب 2 من 100 متر في ناحيه اليمين، جذبتها 2 من 100 متر ناحيه اليمين على مستوى املس، مستوى املس يعني ما فيش احتكاك، وبعدين سبتها تتحرك لما كانت على بعد من السكون، سبتها تتحرك من السكون، لما سبتها تتحرك من السكون معناها ان هي كده عند اكس تساوي 2 من 100 كانت السرعه بتاعتي بكام؟ زيرو. السرعه بتاعتي بزيرو. عند تي بتساوي زيرو، السرعه بتاعتي كانت بتساوي زيرو، والجسم كان على بعد 2 من 100 من موضع اتزان. اول مطلوب عاوز احسب الكي، الكي ده اللي هو السبرينج كونستانت، السبرينج كونستانت طبقا لقانون هوك الكي بيساوي ناقص الاف في الاكس على الاكس، الشرط الناقص دي بتقول لي ان القوه في عكس اتجاه الديسبيسمنت، وبالتالي القوه اللي عندي هنا الارجاعيه هتكون في عكس اتجاه الازاحه، انا حركته في اليمين يبقى القوه الارجاعيه هتكون ناقص 6 نيوتن، يطلع الكي ب 200 نيوتن لكل متر. المطلوب الثاني عاوز احسب الاوميجا،
والفريكوانسي والزمن هيساوي الجذر بتاعي على ام. الكي لسه حاسبه 200، الام بنص، يبقى 200 على نص تطلع ب 400، جذر 400 ب 20 راديان بير سكند. اف اف بتساوي اوميجا على 2 باي، يبقى من هنا احسب والباي هنا ب 3.14%، 3.2 هرتز. الزمن هنا تي بيساوي 1 على اف بيساوي 31% سكند. طيب استكمالا للمثال السابق بيقول لي اذا كان الانيشال ديسبليسمنت الازاحه الابتدائيه يعني عند تي بتساوي 0 كانت الازاحه بكام؟ 15 من 1000 متر، والانيشال فيلوسيتي بكام؟ ب 4 من 100 متر كل ثانيه. 4 من 100 متر كل ثانيه ده معناه ايه؟ معناه ان الجسم بيتحرك في اتجاه اليمين، يعني الجسم كان في على بعد 15 من 100 متر، يعني حوالي 15 مللي من موضع اتزان في اتجاه الموجة، وكان عند الموضع ده هو عند بدء الحركة كان السرعة بتاعته في اتجاه الموجة بمحور اكس. عرفتها منين؟ لان السرعة عندي هنا بالموجة والإزاحة عندي هنا برضو بالموجة. خلاص عاوز احسب الزمن والامبليتيود والفيز انجل، وبعدين عاوز احسب اكتب الحل بتاع المعادله التفاضليه اللي هو الديسبليسمنت والسرعه والعجله كداله في الزمن. انا عندي هنا الانيشال كونديشن بتاعتي اللي عند تي بتساوي 0 عند الاكس نوت والفي نوت. يبقى اول حاجه اعملها اجيب الايه؟ الامبليتيود. الامبليتيود بيساوي جذر اكس نوت سكوير زائد في نوت اكس سكوير على اوميجا سكوير. هل الاوميجا بتتغير؟ لا، ان اوميجا بتساوي جذر كي على ام. الكي اللي هو ثابت الزنبرك وده خاص بكل زنبرك ما بتغيرش، والكتله عندي ما بتتغيرش، وبالتالي من هنا احسب الامبليتيود. يطلع الامبليتيود بيساوي 25 من 1000 متر، يعني حوالي 2.5 سنتي. طيب الفيز انجل هتساوي تان ماينس 1 ناقص في نوت اكس على اوميجا اكس نوت. بالتالي هنا هجيب الفيز انجل تطلع بناقص 53 درجة اللي هي بتساوي ناقص 93 من 100 راديان. أقدر من هنا أحط بقى الإكس كدالة في الزمن. الإكس بتساوي الـ A كوساين أوميجا تي زائد فاي. أدي الـ A كوساين أوميجا اللي هي بـ 20 والفاي بناقص 93 من 100. عاوز أجيب السرعة، أفاضل الكلام ده، أجيب السرعة، أفاضله كمان مرة أجيب العجلة كدالة في الزمن. العجلة كدالة في الزمن. لاحظ هنا إن أقصى إزاحة بتساوي 25 من 1000، أقصى سرعة بنص متر كل ثانية، أقصى عجلة ب 10 متر سكوير لكل ثانية. إحنا قلنا بنتكلم على السيمبل هارمونيك موشن، وما خدناش في اعتبارنا لا المحاضرة دي ولا المحاضرة الجاية تأثير وجود الاحتكاك. يعني زي ما قلنا الكتله تتحرك على مستوى املس، الطاقه الميكانيكيه الكليه ثابته. ايه اللي بيحصل؟ الجسم بيخسر من طاقه وضعه في سبيل ان يزود طاقه حركته، او يخسر من طاقه وضعه في سبيل ان يزود طاقه حركته، انما مجموعهم الاثنين بيساوي مقدار ثابت. طاقه الوضع تزيد يبقى طاقه الحركه هتقل، طاقه الحركه تزيد طاقه الوضع تقل، انما مجموعهم الاثنين بيساوي ثابت. لن تفقد اي جزء من الطاقه الحراريه على هيئه حراره، لان لو فقد الجزء على هيئه حراره وده اللي هناخده في المحاضره الثالثه والرابعه ان شاء الله، لن تظل الطاقه الميكانيكيه الكليه ثابته. سيحدث نقص في طاقه الوضع، سيحدث نقص في طاقه الوضع ونقص في طاقه الحركه ونقص في الطاقه الكليه. احنا بنتكلم دلوقتي على الحاله المثاليه اللي هي التوتال ميكانيكال انرجي بيساوي الاي كابيتال بتساوي كاينيتيك انرجي زائد البوتنشال انرجي، ودي بتساوي مقدار ثابت، مقدار ثابت لا يتغير اثناء الحركه. يبقى التوتال ميكانيكال انرجي بتساوي كاينيتيك انرجي اللي هي نص ام في سكوير زائد البوتنشال انرجي نص كي في اكس سكوير. الام دي الكتله، الفي دي السرعه، الكي ده الفورس كونستانت، الاكس ده الديسبليسمنت، اسايها بتساوي نص كي في سكوير.
بتساوي نص كي في اي سكوير. جت منين؟ جت من هنا. انا عارف ان الطاقه الكليه بتساوي نص ام في سكوير زائد طاقه الوضع اللي هي نص كي في اكس سكوير. هشيل الفي اكس واحط مكانها ناقص اوميجا في ايه ساين اوميجا تي زائد فاي كل سكوير، واشيل الاكس واحط مكانها ايه كوساين اوميجا تي زائد فاي، واربع الطرفين دول، وعندي هنا هيبقى ام في اوميجا سكوير اللي هي بتساوي الكي. اخد نص كي في ايه مشترك، نص كي في ايه مشترك، هتبقى لي ساين سكوير وساين سكوير بواحد. يبقى الطاقه الميكانيكيه الكليه بتساوي مقدار ثابت اللي هو نص كي في ايه سكوير، نص كي في ايه سكوير. لو انا بصيت في الشكل ده، ده موضع الاتزان اهو، ده موضع اتزان. الجسم بيتحرك في اتجاه اليمين لما يصل لاقصى بعد عن موضع اتزانه اللي بسميه الامبليتيود. البعد هنا الجسم بتاعنا كان بوصل لايه؟ لموجب ايه؟ يرجع تاني لاقصى بعد عن موضع اتزانه بناقص ايه؟ والجسم بيتحرك كده رايح في اتجاه اليمين وراجع تاني في اتجاه الشمال، هلاقي ان الطاقه الميكانيكيه الكليه زي ما انت شايف فوق ثابته اللي هي ما بتتغيرش. ايه اللي بتغير؟ مكوناتها. ايه مكوناتها؟ طاقه الوضع وطاقه الحركه. طاقه الوضع بتساوي نص كي في اكس سكوير. عند هنا الاكس بتساوي صفر، هلاقي طاقه الوضع اللي هو الخط الازرق بزيرو، وطاقه الحركه ماكسيمم، لان احنا قلنا عند وضع اتزان السرعه بتساوي اقصى قيمه لها. فالسرعه هنا وصلت لاقصى قيمه لها، يبقى الطاقه الكليه هنا بتساوي طاقه الحركه وطاقه الوضع بصفر. يبدا بعد كده الاقي ان طاقه الوضع تبدا تقل، طاقه الحركه تقل تقل تقل، في المقابل طاقه الوضع ايه؟ تزيد 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 لغايه لما اوصل الى اقصى جسم عن موضع اتزانه. هنا القوه الارجاعيه بتكون وصلت لاقصى قيمه لها، خلاص تبدا ترجع الجسم في الاتجاه العكسي. طالما الجسم هيغير اتجاهه يبقى السرعه بصفر، يبقى طاقه الحركه بصفر، يبقى الطاقه الكليه هنا هتساوي طاقه وضع. خلاصة هذا الكلام ان الطاقة الميكانيكية الكلية ثابتة، الجسم بيخسر من طاقة وضعه في سبيل ان يزود طاقة الحركة، او بيخسر من طاقة الحركة في سبيل ان هو يزود طاقة الوضع. يبقى الاي بتساوي نص كي زائد اليو بتساوي نص كي في اي سكوير، الطاقة الكلية بتساوي طاقة الحركة نص ام في سكوير زائد نص كي في اكس سكوير. لو انا قسمت على الطرفين على نص وخدت الكي مشترك، يبقى كي يساوي اي سكوير ناقص اكس سكوير، هتساوي كي على اوميجا سكوير في بي سكوير. كي على كي دي هتروح مع الكي، الاوميجا تيجي هنا. من هنا اقدر اجيب السرعه كداله في الازاحه، اقدر اجيب السرعه لما يكون الجسم عند بعد اي بعد من موضع اتزانه، اقدر اجيب السرعه، لان انا كنت عارف السرعه عند موضع اتزان باقصى قيمه اللي هي موجب او سالب اوميجا في ايه، وعند لما يكون بموجب ايه بصفر وناقص ايه بتساوي صفر. انما العلاقه دي اقدر اجيب منها السرعه لما يكون الجسم عند اي موضع من مواضع الاتزان. بص كده الازرق ده اهو البوتنشال انرجي، والبامب ده الكاينيتيك انرجي. ايه اللي بيحصل؟ طاقه الوضع تزيد، طاقه الحركه تقل. انما بص فوق الطاقه الميكانيكيه الكليه ايه؟ ثابت. الطاقه الميكانيكيه الكليه ثابت، هي عباره عن مجموع طاقتي الوضع والحركه. طيب بص معايا كده في الرسمه دي، هنا ده وضع الاتزان. وضع الاتزان معناها ان الاكس بزيرو، الاكس بزيرو يبقى القوه الارجاعيه بزيرو، يبقى العجله بزيرو. طيب والسرعه؟ السرعه باقصى قيمه لها، سالب او موجب اوميجا في ايه؟ اوميجا في ايه لو الجسم بيتحرك في اتجاه اليمين، سالب اوميجا في ايه اللي هو الجسم بيتحرك في اتجاه الشمال. طيب يبقى هنا عند وضع الاتزان القوه الارجاعيه بزيرو، القوه الارجاعيه بزيرو، العجله بزيرو، الاكس بزيرو، السرعه ماكسيمم، يبقى طاقه الحركه اللي هي الخضراء ده اهي باقصى قيمه وبتساوي الطاقه الكليه اللي هي البني. دي الطاقه الكليه البني، والطاقه الكليه ودي طاقه الحركه، وطاقه الوضع بكام؟ طاقه الوضع بصفر. لما الجسم يبدا يتحرك في اتجاه اليمين يبدا يخسر من طاقه الحركه بتاعته، هيبدا طاقه الحركه بتاعته تقل وطاقه الوضع بتاعته تزيد.
ولسه الطاقة الكلية زي ما هي ثابت ما تغيرتش. طب لما الجسم يصل إلى نص ساعة الذبذبة يعني نص إيه؟ لو أنا عوضت هنا أعرف السرعة بتاعته، شيل الإكس وحط مكانها إيه على 2، هيطلع السرعة هتساوي جذر 3/4 في الفي ماكسيموم، وبالتالي السرعة عندي هنا قلت بتساوي جزء من السرعة العظمى. يبقى حصل هنا إيه؟ حصل هنا إن طاقة الوضع زادت مقابلها حصل نقصان في طاقة الحركة. لو أنا حطيت الجزء ده أهو على الجزء الفاضي ده أهو هيديني الطاقة الكلية اللي هي بتساوي مقدار ثابت. طب لما الجسم يكون عند أقصى بعد من موضع اتزانه هيبقى القوة الإرجاعية بأقصى قيمة لها، وبالتالي العجلة بأقصى قيمة لها، وبالتالي الإزاحة بأقصى قيمة لها. الإزاحة هتساوي موجب إيه؟ العجلة بتساوي ناقص أقصى قيمة لها اللي هي بتساوي ناقص أوميجا سكوير إيه؟ وطاقة الحركة هتساوي صفر لأن الجسم هيبدأ يغير اتجاهه. أول ما يوصل هنا هيبدأ يغير اتجاهه، يبقى طاقة الحركة بصفر، يبقى السرعة بصفر، يبقى طاقة الحركة هنا بزيرو، يبقى الطاقة الكلية عبارة عن طاقة إيه؟ طاقة وضع. يبدأ الجسم تاني يرجع لموضع اتزانه عن نتيجة القوة الإرجاعية، وهو هنا هيتحرك بقى بسرعة هنا فين؟ هيتحرك بسرعة بتساوي ناقص جذر 3/4 في إكس. هنا هتبقى السرعة بتاعته ماكسيموم بس بتساوي ناقص الفي ماكسيموم. هنا هتكون القوة الإرجاعية في اتجاه الموجب، يعني العجلة هتكون بالموجب والإزاحة هتكون بالسالب، وبرضه هلاقي إن الجسم هيبدأ يخسر من طاقة حركته في سبيل نزول طاقة وضعه، لغاية لما يوصل هنا هلاقي إن هو خسر كل طاقة حركته في سبيل إن هو يحولها إلى طاقة وضع. مثال 2 بيقول لي find the maximum and the minimum velocity في المثال الأولاني، وعاوز maximum and the minimum acceleration، عاوز السرعة العظمى والصغرى، وبنفس الوقت عاوز العجلة الصغرى والعظمى. المطلوب بعد كده بيقول لي اذا كانت السرعه في اكس والعجله اي اكس، لما كان عاوز يحسب السرعه والعجله لما يكون الكتله في هاف واي يعني عند منتصف ساعه الذبذبه، يعني الاكس بتساوي اي على 2. وبعد كده عاوز احسب التوتال ميكانيكال انرجي. المطلوب الاولاني السرعه الماكسيمم بتساوي سالب او موجب اوميجا اللي هي بتساوي جذر كي على ام في اي سكوير ناقص بي سكوير، دي السرعه العاديه، السرعه العاديه مظبوط. السرعه العظمى يبقى اكس بتساوي زيرو، يبقى هتساوي سالب او موجب جذر كي على ام في الاي او سالب او موجب اوميجا في اي. وبالتالي السرعه العظمى لما اكس بتساوي زيرو هتساوي اوميجا في اي او جذر كي على ام في الاي. الجذر كي على ام اللي كان بيساوي 20 اللي هو كان 200 كي والام بنص، احسب من هنا السرعه العظمى 4/10 متر كل ثانيه. يبقى السرعه اقصى قيمه لها سالب او موجب 4/10 متر كل ثانيه، دي عند وضع الاتزان وهو رايح في اتجاه الموجب تبقى 4/10، وهو رايح في اتجاه السالب ده 4/10 عند وضع الاتزان. اقل سرعه هتساوي صفر فين؟ دي عند اقصى بعد الجسم عن موضع اتزانه سواء في اليمين او في الشمال. العجله اقصى قيمه لها بتساوي اوميجا سكوير في ايه او بتساوي كي على ام في الايه، وبالتالي لما الاكس تساوي ايه يبقى العجله هتساوي اوميجا سكوير في ايه، تطلع بتساوي 8 متر سكوير لكل ثانيه. العجله بتساوي صفر عند موضع اتزان طبعا. السرعه بقى لما يكون عند منتصف ساعه الذبذبه هعوض في القانون ده اهو، هشيل الاكس واحطها ب 10 سم، يطلع من هنا السرعه بتساوي ناقص 35% متر كل ثانيه، والايه هتساوي ناقص 4/10 متر على الثانيه سكول. التوتال ميكانيكال انرجي بتساوي نص كي في اي سكوير، هي نص كي ب 200، الايه ب 2/10، يطلع 4% جول. طاقة الحركة نص ام في سكوير او طاقة الوضع نص كي في اكس سكوير، يبقى طاقة الوضع بتساوي نص كي في اكس سكوير
وطاقه الحركه نص ام في سكوير. ممكن كنت اجيبها ان اقول ان الطاقه الكليه بتساوي طاقه الوضع زائد طاقه الحركه واجيب طاقه الوضع او طاقه الحركه. حد ليه سؤال يا شباب؟ لا. حد ليه سؤال؟ دلوقتي هنتكلم على مثال تاني من الأمثلة بتاعة الحركة التوافقية البسيطة. مثال تاني من الأمثلة بتاعة الحركة التوافقية البسيطة اللي هو السيركولار موشن وعلاقتها الحركة الدائرية وعلاقتها بالسيمبل هارمونيك موشن. أنا عندي هنا أوبجكت أو بارتكل صغير قوي أو جسيم متناهي في الصغر كتلته تساوي M بيتحرك في عكس عقارب الساعة على في مسار دائري. في البداية كان البي ده الدائرة دي بسميها دائرة الإسناد أو الدائرة المرجعية. نص قطرها بيساوي A، نص قطرها بيساوي A كابتن، وكانت النقطة دي عاملة إزاحة زاوية فاي مع محور إكس. السنة اللي فاتت أخذنا الحركة الدائرية وعرفنا حاجتين مهمين جدا، إن أي جسم بيدور في مسار دائري بيتحرك بسرعة خطية مماسة للمسار الدائري. يعني إيه مماسة؟ يعني عمودية على نص قطر. المماس يعني يا شباب يعني عمود على نص قطر. طب مماسة، مماسة في ده أي نقطة حركة مسار دائري. طب مماسة كده ولا كده؟ يعني عمودية على نص قطر. إذا كان بتحرك عكس عقارب الساعة يبقى دي السرعة الخطية. مماسة وفي عكس عقارب الساعة. لو كان بتحرك مع اتجاه عقارب الساعة يبقى دي هو السرعة الخطية. يبقى الجسم بيتحرك بسرعة خطية، السرعة الخطية دي بتساوي أوميجا في A. أوميجا اللي هي بتساوي الأنجولار فريكونسي والA اللي هو نص قطر المسار الدائري. وفي نفس الوقت بيتحرك بعجلة اسمها عجلة مركزية. عجلة مركزية ليه؟ لأن دائما أبدا اتجاه العجلة دي نحو مركز المسار الدائري. نحو مركز المسار الدائري، وبالتالي هتكون عمودية على السرعة لأن السرعة عمودية على نصف القطر، السرعة الخطية، والعجلة في اتجاه نصف القطر، يبقى الزاوية بينهم دائما قبل 90، يبقى السرعة عمودية العجلة في اتجاهها دائما قبل نحو مركز المسار الدائري، والعجلة بتساوي أوميجا سكوير في A أو بتساوي بي سكوير على A. طيب الوضع الابتدائي بتاعي كان الجسم عند نقطة B هنا، هنا كان T بيساوي زيرو، الجسم كان هنا وعامل زاوية فاي. الجسم ده اتحرك بأنجلر فريكونسي في عكس عقارب الساعة وعمل إزاحة كلية، إزاحة زاوية سيتا مع محور X. الإزاحة الزاوية دي سيتا عبارة عن الإزاحة الخطية أساساً اللي هي X زائد السرعة الزاوية في الزمن، يبقى سيتا هتساوي أوميجا زائد أوميجا تي زائد فاي. أوميجا تي زائد فاي. طيب لو أنا بصيت لنقطة B اللي هو المسقط بتاعها هنا نقطة Q، مسقط النقطة Q بيبعد مسافة X من موضع اتزان او نقطه O. طيب اكس دي بتساوي ايه؟ اكس دي بتساوي الاي كوساين سيتا. طب سيتا بتساوي ايه؟ اوميجا تي زائد فاي. يبقى الاكس هتساوي الاي كوساين اوميجا تي زائد فاي. ايه دي؟ ايه دي؟ دي الحل بتاع المعادله التفاضليه بتاعه
الحركه التوافقيه. ده معناه ايه؟ معناها ان نقطه كيو اللي هي مسقط النقطه بي بتتحرك مسقط الافقي لنقطه كيو بتعمل حركه توافقيه بسيطه. وبالتالي لما نقطه بي تكون هنا هتكون نقطه تي كيو معاها، ويكونوا الاثنين على بعد ايه من موضع اتزان. لما نقطه بي تتحرك في عكس عقارب الساعه تبدا نقطه كيو تتحرك موضع اتزان، وبالتالي كل ما بي تتحرك كده كل ما نقطه كيو تتحرك كده. وبالتالي هلاقي ان نقطه كيو اللي هو المسقط بتاع نقطه بي بيؤدي حركه توافقيه بسيطه، يؤدي حركه توافقيه بسيطه. هل المسقط الافقي بس؟ لا، لو انا بصيت على نقطه المسقط الراسي اللي هي النقطه دي ولو سميتها كيو داش هلاقيها هي كمان بتؤدي حركه توافقيه بسيطه. ونقطه بي كانت هنا كانت هي هنا، ونقطه بي بتتحرك في عكس عقارب الساعه هي تتحرك لاعلى، ونقطه بي بتتحرك هنا عكس عقارب الساعه بترجع لموضع اتزان ثاني. يبقى كلاهما المسقط الافقي والراسي بتاع النقطه تتحرك في مسار دائري بيؤدي حركه توافقيه بسيطه. يبقى الحركه الدائريه ليست حركه توافقيه بسيطه، انما مسقط النقطه اللي تتحرك في مسار دائري هو ده اللي بيؤدي حركه توافقيه بسيطه. يبقى الاكس بتساوي الاي كوساين اوميجا تي زائد فاي. ايه الاكس دي؟ قلنا ده الحل بتاع المعادله التفاضليه البسيطه، الحل بتاع المعادله التفاضليه البسيطه. وبالتالي ده يقول لي ان الجسم ده يؤدي حركه توافقيه بسيطه. طب لما اجي على السرعه، السرعه احنا قلنا مماسه للمسار الدائري، يعني عموديه على نص القطر، يعني الزاويه دي بكام؟ الزاويه دي ب 90. طيب الزاويه دي كانت بكام؟ الزاويه دي كانت بسيتا. يبقى الزاويه ده اهي 90 ناقص سيتا. يبقى الزاويه ده بكام؟ بسيتا. يبقى الزاويه دي بكام؟ ب 90 ناقص سيتا. يبقى الزاويه اللي فوق ده اهي كده هتبقى بسيتا. وبالتالي السرعه دي هحللها بمركبتين، واحده افقيه اللي هي تساوي الفي اكس، واحده راسيه اللي هي تساوي الفي واي. الفي واي هنا هتساوي الفي كوساين سيتا اللي هي الفي كوساين اوميجا تي، والفي اكس هتساوي ناقص الفي اكس ناقص ليه؟ عشان في اتجاه السالب لمحور اكس، ناقص الفي ساين سيتا، وسيتا اللي هي بتساوي ايه؟ اوميجا تي زائد فاي. طيب تعالى بص معايا كده بقى، شيل سيتا حط اوميجا تي زائد فاي، وشيل الفي وحط مكانها اوميجا في ايه؟ يبقى هنا السرعه هتساوي ناقص اوميجا في ايه ساين اوميجا تي زائد فاي او ناقص فاي، ونفس الكلام احنا قلنا فاي او ناقص فاي فحددتها من شروط الابتدائيه. نفس الكلام لو جيت للعجله، هلا العجله هنا عجله مركزيه، الزاويه دي سيتا يبقى دي سيتا، يبقى دي تتحلل هنا الى ايه؟ كوساين سيتا اللي هي بتساوي اوميجا سكوير في ايه؟ ساين سيتا، ونفس الكلام بالنسبه للحركه الراسيه. يبقى مسقط النقطه الافقي والراسي ده الجسم اللي بيؤدي حركه توافقيه بسيطه، ده هو اللي بيؤدي المسقط الافقي والراسي هو اللي بيؤدي حركه توافقيه بسيطه. مثال رقم 3 بيقول لي عندي كتله 4 كيلو جرام تتحرك في اتجاه الامام والخلف، في الامام اتجاه الامام والخلف في سيمبل هارمونيك موشن، والامبليتيود اللي هو الاي ب 10 سم، والكي اللي هو السبرينج كونستانت ب 100 نيوتن لكل متر. How much time does it take for the mass to move from point X بتساوي ناقص 5 سم الى موجب 5 سم؟ يعني لو الجسم ده موضع اتزان X بتساوي 0 هيتحرك هنا عند اقصى حاجه موجب 10 سم وهنا ناقص 10 سم. ايه المطلوب؟ عاوز احسب الزمن اللي هياخد الجسم عشان يتحرك من ناقص 5 لموجب 5، هيتحرك من هنا لهنا، عاوز احسب الزمن ده. طيب الاول احسب الاوميجا، الاوميجا اللي هي بتساوي جذر كي على ام، الكي ب 100، الام ب 4، يبقى بتساوي 5 راديان بير سكند. طيب
عشان الجسم يتحرك من ناقص 5 اللي هي الكتلة 4 كيلو جرام لموجب 5 كما لو كان النقطة بي اتحركت على مسار دائري من النقطة دي وصلت للنقطة بي داش لأن نقطة بي مسقطها بناقص 5 ونقطة بي داش مسقطها بموجب 5 يبقى لما نقطة بي تتحرك في مسار دائري عكس عقارب الساعة من بي لبي داش في نفس الوقت هلاقي ان المسقط بتاعها اتحرك من ناقص 5 الى موجب 5 وبالتالي انا حسبت الزمن اللي هياخده النقطة في المسار الدائري من نقطة بي لنقطة بي داش هو نفسه الزمن اللي هياخده المسقط عشان يتحرك من ناقص 5 الى موجب 5 طيب الزاوية دي كلها بكام؟ الزاوية دي كلها ب 180 الزاوية دي عبارة عن ايه؟ ألفا وألفا ليه؟ لأن دول مثلثين مطابقين دي قايمة ودي قايمة الوتر ده بعشرة والمسافة دي بخمسة ودي بخمسة يبقى المثلثين المطابقين يبقى دي الزاوية دي ألفا ويبقى دي ألفا والزاوية دي سيتا أجيب الأول ألفا دي بكام؟ ألفا لو جبت الأول سيتا اللي هي دي هتساوي 180 ناقص 2 ألفا 180 ناقص 2 كوساين ماينس 1 نص على 10 ده المسافة دي 5 وده 10 يبقى كوساين الفا هيساوي 5 على 10 يبقى كوساين ماينس 1 هيساوي 5 على 10 من هنا احسب ايه؟ احسب قيمة سيتا تطلع سيتا بحوالي كام؟ باي على 3 بالراديان اللي هي 60 درجة وبالتالي انا عارف ان سيتا بتساوي اوميجا في تي يبقى سيتا بتساوي اوميجا في تي اوميجا ب 5 التي يطلع بكام 21% سكند يبقى الزمن اللي خده المسقط عشان يتحرك من ناقص 5 ل 5 هو نفس الزمن اللي خده الجسم عشان يتحرك من نقطه بي الى نقطه بي داش مثال 4 بيقول لي عندي اوبجكت بيعمل سمبل هارمونيك موشن الماكسيمم سبيد اللي هي اوميجا في ايه 4.1 من 10 متر كل ثانيه الماكسيموم اكسلريشن اللي هي اوميجا سكوير في ايه بتساوي 85% متر كل ثانيه سكوير عاوز احسب الامبليتيود والزاويه الدوري الاول انا عندي الماكسيموم فيلوسيتي بتساوي الاوميجا في الايه الماكسيموم اكسلريشن اوميجا سكوير في ايه يبقى الايه هتساوي قاسم العجله على السرعه يبقى ايه سكوير على اوميجا سكوير اربع العجله يبقى السرعه سكوير ربعها واقسمها على العجله هتديني ايه هتديني الايه يبقى الايه هتساوي الفي ماكسيمم سكوير على الايه طب الفي ماكسيمم بكام انا عندي الفي ب 4.1 والعجله معلومه احسب من هنا الامبليتيود يطلع الامبليتيود ب 20 متر عاوز احسب الزمن الدوري انا عندي الاوميجا بتساوي ايه اوميجا سكوير على ايه سكوير اللي هي العجله على السرعه عندي العجله معلومه والسرعه معلومه احسب الاوميجا الاوميجا بتساوي 2 باي على تي ويبقى 2 باي على اوميجا يبقى تي بتساوي 2 باي على اوميجا بتساوي 2 باي على الاوميجا اللي هي العجله على السرعه من هنا احسب الزمن يطلع بيساوي 30 ثانيه 30 ثانيه حد ليه سؤال يا شباب؟ ايوه دكتور عصام ايوه حبيبي اول مطلوب اللي هو مطلوب ايه في المساله اللي فاتت ده تاني معلش اول مطلوب هنا ايوه مطلوب كان ايه انا عندي هنا ايه الفي ماكسيمم وعندي العجله ماكسيمم عاوز احسب الامبليتيود خلاص طيب عاوز احسب الايه يعني طيب انا عندي السرعه ماكسيمم بتساوي اوميجا في ايه والعجله ماكسيمم بتساوي اوميجا سكوير في ايه مظبوط طيب انا هربع السرعه واقسمها العجله لما اربع سيبك من من المقدار ده دلوقتي يبقى عندي العجله سكوير هتساوي ايه سكوير ده ايه في الاوميجا كل سكوير اللي هو السرعه ماكسيمم سكوير على ايه اوميجا سكوير اللي هي العجله سكوير لما اقسم الاثنين دول على بعض مش يديني الايه اللي انا عاوزها طيب يبقى في ماكسيمم سكوير على على العجله يديني الامبليتيود يبقى انا كده جبت على طول الامبليتيود
اللي هو السرعه ماكسيمم سكوير على العجله يديني الامبليتود. مطلوب التاني عاوز احسب الزمن الدوري. الزمن الدوري بيساوي ايه؟ بيساوي اوميجا. طب اوميجا لو انا قسمت العجله على السرعه، العجله هي ايه اوميجا سكوير على ايه في الاوميجا اللي هي السرعه ماكسيمم، الايه هتروح مع الايه، السكوير هيروح مع الاوميجا، يبقى اديني ايه اوميجا، يبقى اوميجا هتساوي العجله على السرعه. العجله معلومه عندي والسرعه معلومه. طيب انا عارف عاوز احسب ايه الزمن الدوري، عارف الزمن الدوري بيساوي 2 باي على اوميجا، بيساوي 2 باي على اوميجا، اوميجا اللي هي بتساوي العجله على السرعه. احسب من هنا الزمن الدوري. المثال الثاني على على السيستم الميكانيكي على السيمبل هارمونيك موشن اللي هو بنسميه السيمبل بوندوليوم. والسيمبل بوندوليوم او البندول البسيط عباره عن كتله مركزه في نقطه، كتله مركزه في نقطه، كتله مركزه في نقطه متوصله بين بخيط ماسلس يعني ملوش وزن، ان ستريتشبل يعني غير قابل للامتداد او غير قابل للشد او المط. يبقى عندي كتله مركزه في نقطه ام، كتله ام مثبته في خيط غير قابل للشد، وجذبناها في اتجاه اليمين او عملت ازاحه زاويه بتساوي سيتا، عملت ازاحه زاويه تساوي سيتا. وبصيت على الكتله في الوضع دي، الكتله في الوضع دي بيأثر عليها الوزن الاسفل وقوه الشد في الخيط. الوزن ده بحلله مركبتين، الزاويه دي سيتا، هنا بيساوي ام جي كوساين سيتا، وهنا ام جي ساين سيتا، ام جي ساين سيتا. خلاص. طيب لو بصيت هنا على القوى الارجاعيه هلاقي لو انا خدت المحاور كده، ده اتجاه محور اكس وده اتجاه محور واي، ده اتجاه اكس وده اتجاه واي. لو بصيت في اتجاه واي هلاقي ان الشد بيساوي ام جي كوساين سيتا، الجسم متزن في اتجاه واي هنا. طيب بص كده على في اتجاه اكس، مفيش عندي غير القوة الإرجاعية. القوة الإرجاعية اللي هي بترجع الجسم لموضع اتزانه، بترجع الجسم لموضع اتزانه. يبقى القوة الإرجاعية بتساوي ايه؟ ام جي ساين سيتا. وبالتالي اقدر اقول هنا ان الديسبيسمنت اللي هو بعتها الجسم على موضع اتزانه وهي بتساوي اكس بتساوي ال في سيتا، لان ده طول قوس، طول قوس بيساوي طول الخيط في الزاويه سيتا. وبالتالي الفلوستي خلال اللي هي السرعه التفاضل بتاع الكلام ده هيساوي ال السرعه الخطيه هيساوي ال في دي سيتا دي تي. ايوه يا شباب، حد سؤال؟ حد سؤال يا شباب ولا كمل؟ كمل. طيب التفاضل بتاع السرعه هيديني ال في التفاضل الثاني بتاع الازاحه الخطيه. طيب القوه هنا عشان يعمل حركه افقيه بسيطه لازم، فاكر قانون هوك، القوه تتناسب مع الازاحه او العزم الازدواج يتناسب مع الازاحه الزاويه. فانا عندي القوه اللي هنا اللي هي ريستورنج فورس اللي هي ام جي ساين سيتا لازم يتناسب مع اس يا مع سيتا عشان الجسم ده يؤدي حركه افقيه بسيطه. طيب لو بصيت هنا على الريستورنج فورس بتساوي ناقص الام جي ساين سيتا، هل هي بتتناسب مع الازاحه الزاويه سيتا؟ الجواب لا، لا تتناسب مع سيتا، انما تتناسب مع ايه؟ مع ساين سيتا، لان الام الكتله ثابت، الجي ثابت، اشاره الناقص دي عشان القوة الإرجاعية دي في عكس اتجاه محور إكس. يبقى الجسم هنا لا يؤدي حركة أفقية بسيطة إلا إذا كانت السيتا صغيرة. وبالتالي لو أنا شلت القوة هنا
وحطيت مكانها الكتلة في العجلة، الكتلة في العجلة أو اللي هي بتساوي الام في ال في الدي سيتا باي دي سكوير، هتساوي ناقص الام في جي ساين سيتا. في السيمبل بوندوليوم امتى يؤدي حركة افقية بسيطة؟ اذا كان السيتا قليلة. وسيتا قليلة، بص كده على مفكوك ساين سيتا، مفكوك الساين بيقول لي سيتا ناقص سيتا على 3 على مضروب 3 زائد سيتا اس 5 على مضروب 5 ناقص سيتا اس 7 على مضروب 7. امتى ساين سيتا يساوي سيتا؟ لما يكون سيتا قليلة. بدليل لو انا عملت جدول وقلت سيتا بالدرجات المئوية وسيتا بالريديان وساين سيتا بالريديان، شوف كده عند سيتا بالدرجة المئوية بزيرو كانت بالريديان بزيرو، كان ساين سيتا بزيرو. لما سيتا كانت بواحد درجة مئوية كانت بالريديان بقد ايه؟ بالدرجة المئوية بالساين سيتا تقريبا ما فيش فرق، عند 5 تقريبا في فرق 1/10%، عند 10 درجات تقريبا في فرق 0.5% ما بين ساين سيتا وسيتا، عند 15 في فرق تقريبا 1%، عند 20 لا الفرق بيزيد وبيبقى أكثر من 1%. فأنا ممكن أعتبر لحد 15 درجة إزاحة الزاوية 15 درجة إن الجسم يؤدي البندول بسيط، يؤدي حركة أفقية بسيطة. بدليل لو أنا رسمت ساين سيتا اللي هو الخط ده ورسمت واي بتساوي سيتا، هلاقيهم الاثنين لحد هنا متطابقين تمام. دي كلها كام؟ باي على 4 يعني 45. هلاقيهم متطابقين عند كام؟ عند 15 واقل. كل ما ابعد كل ما يحصل فيه اختلاف. عشان كده هو ده الرينج اللي بيعمل فيه الكتله او حركه افقيه بسيطه. يبقى لما يكون الانجل للزان 15 يعني بيكون الفرق بالريديان ما بين السيتا والساين سيتا اقل من 1%، في الحاله دي اقول ان الجسم هنا بيؤدي حركه افقيه بسيطه. يبقى التفاضل الثاني بتاع الازاحه بيساوي ناقص جي على ال في سيتا. احنا قلنا المعادله دي عامله زي بصمه الايد، العجله هناك كانت العجله خطيه بتساوي ناقص اوميجا سكوير في سيتا اللي هي بتساوي ناقص كي على ام في اكس. هنا الازاحه الخطيه اللي هو التفاضل الثاني بتاع الازاحه الخطيه الازاحه الزاويه بيساوي ناقص جي على ال في الازاحه الزاويه. هنا الجسم بيؤدي حركه افقيه بسيطه، يبقى اوميجا سكوير هنا هتساوي جي على ال، يبقى اوميجا بس هتساوي جذر جي على ال، يبقى الزمن الدوري هيساوي 2 باي على اوميجا، يبقى هيساوي 2 باي جذر ال على جي، 2 باي جذر ال على جي. يبقى امتى البندول يعمل حركه افقيه بسيطه؟ اذا كان الازاحه الزاويه بتاعته ما تزيدش عن 15 درجه مئويه. الانرجي بتاعه السيمبل بندوليوم هنا طاقه الحركه عند موضع اتزان ماكسيمم، كل ما ابعد وبعدت خالص هلاقي هنا طاقه الوضع ماكسيمم. وبالتالي لو حبيت احسب الطاقه الكليه المسافه دي اكس اللي هي بتساوي ال ساين سيتا، لو انا بصيت في هذا المثلث هيساوي ال سكوير بتساوي الاكس سكوير زائد ال ناقص واي سكوير. لما افك الكلام ده هيساوي ال سكوير هيساوي ال سكوير ناقص 2 ال واي زائد واي سكوير زائد اكس سكوير، هيديني 2 ال واي زائد واي سكوير زائد اكس سكوير. ولما يكون السيتا صغيره معناها ان الاكس هتكون اقل بكثير من ال، الزاويه ده لما كل الزاويه دي صغيره كل ما يكون الاكس اقل بكثير من ال، وبالتالي هيكون الواي اقل بكثير من الاكس، وبالتالي اقدر اهمل قيمه الواي سكوير في المعادله دي، وبالتالي اقدر اقول ان الواي هتساوي اكس سكوير على 2 ال، اكس سكوير على 2 ال. وبالتالي بوتنشال انرجي هنا، بوتنشال انرجي هنا هيساوي ام جي واي، بوتنشال انرجي بيساوي ام جي واي، هشيل الواي واحط مكانها اكس سكوير على 2 ال، يبقى يساوي ام جي اكس على اكس سكوير على 2 ال. وطاقه الحركه هنا بتساوي نص ام في سكوير، هنا نص ام في ماكسيمم سكوير. وبالتالي
الطاقه الميكانيكيه الكليه هتساوي نص ام في سكوير زائد نص ام جي اكس سكوير على ال. لما يكون الجسم هنا عند 15 زود ب 15 يبقى الاكس هنا باقصى قيمه لها وبالتالي طاقه الحركه بزيرو. لما يكون الكتله هنا هيكون الاكس بزيرو وبالتالي هيكون طاقه الحركه هي بتساوي الطاقه الكليه. طاقه الحركه هتساوي الطاقه الكليه. الطاقه الكليه اللي بتساوي نص ام جي اي سكوير على ال اللي هي بتساوي طاقه الوضع لما يكون الجسم عند اقصى بعد عن موضع اتزانه اللي هي بتساوي طاقه الحركه عند موضع اتزان. مثال رقم 5 بيقول لي جيولوجي احد الجيولوجيين يعني بيستخدم سيمبل هارمونيك موشن سيمبل بوندونيوم اسف الطول بتاعه طول الخيط بتاعه 37.1 سنتي والفريكوانسي 819 من 1000 هرتز على مكان فوق سطح البحر. عاوز احسب الاكسلريشن عاوز احسب هذا العجله بتاعت في المكان ده. انا عارف ان الزمن الدوري بيساوي 2 باي جذر ال على جي واشيل الزمن الدوري احط مكانه 1 على اف يبقى اف يبقى اف 1 على اف هتساوي 2 باي جذر ال على جي وبالتالي جي هتساوي 2 باي اف كل سكوير في ال. عند الاف وعند ال احسب من هنا العجله تطلع 9.824 معناها ان هي اقل من سطح البحر لان فوق سطح الارض فوق مستوى سطح البحر بيكون عجله الجاذبيه 9.81% دي اقل يبقى هي منخفضه عن سطح البحر. 6 بيقول لي جراند فازر كلوك اللي هي الساعات القديمه اللي كانت في البيوت بتاعه بيت جدك كده بيقول لي كيب كوركت تايم ات سي ليفل يعني عند مستوى سطح البحر بتدي زمن مظبوط. اف ذا كلوك خدناها عند طوب بتاع الجبل عند قمه جبل. السؤال هل تتوقع ان الساعه دي تشتغل كوركت تايم ولا ران سلولي ولا ران فاستر؟ يا شباب لما اخدها على قمه الجبل اخد الساعه دي على قمه الجبل هل الزمن هيكون كوركت تايم او هتشتغل ببطء ولا تشتغل اسرع؟ بقول لك اختار اجابه من الاجابات الثلاثه. اول حاجه هي الاول هتشتغل ايه؟ سلولي ولا فاستر ولا كوركت تايم؟ بس سلولي. سلولي مظبوط. سلولي ليه؟ لان الزمن بيساوي 2 باي جذر الزمن بيساوي 2 باي جذر ال على جي. فانا عندي جي في المقام. الجي في المقام الجي هت ايه لما فوق سطح البحر فوق سطح الجبل الجي هتقل وبالتالي العجله الزمن هيزيد وبالتالي هيبقى ران ايه؟ ران سلولي. يبقى التفسير بقى بقول لك تشوز التفسير السليم لان جرافيتي التفسير الاولاني الجاذبيه بتكون ضعيفه فوق سطح البحر تؤدي ليدنج تو تؤدي الى زمن بتاع الاوسيليشن يزيد وده الاختيار اللي زميلنا قال عليه. الحاجه الثانيه ان اللينس بتاع البوندونيوم مش هيتغير وبالتالي هيبقى الزمن ثابت. لا طبعا لان هنا اللينس صحيح مش هيتغير انما في عندي حاجه مهمه ان العجله نفسها هتتغير. الحاجه الثالثه بيقول لي ان الجرافيتي فوق البتاع ايه هتقل وده غير صحيح. مثال رقم 7 بيقول لي جراند فازر كلوك بوندوليوم اللينس بتاعها 993 من 1000 متر. اف ذا كلوك ران سلولي ران سلو اند لوزز 21 ثانيه في اليوم يعني البتاعه دي اخرت وبتاخر قد ايه؟ ساعه جدك دي بتاخر وبتاخر قد ايه؟ 21 ثانيه في اليوم.
21 ثانية في اليوم. How should you adjust the length of the pendulum؟ عاوز اظبط الطول بتاع البندوليوم ده عشان اخليها تمشي مظبوط، عشان اخليها تمشي ايه؟ عشان اخليها تمشي مظبوط. معايا؟ طيب الاول انت عارف اليوم 24 ساعة، الساعة 60 دقيقة، الدقيقة 60 ثانية، يبقى انا عندي اليوم فيه كام ثانية؟ 86400 ثانية. 86400 ثانية، مظبوط؟ طيب انت عارف ان الساعة بتاعت جدك دي بتعمل في الـ في الـ في الـ في الدورة كاملة بتعملها في ثانيتين. ليه؟ الساعة بتعمل كده تيك توك تيك توك، يعني تيك عملت ثانية، توك عملت ثانية تانية. فالدورة دي عشان تعمل دورة كاملة يبقى بتاخدها في ثانيتين. يبقى اليوم اللي فيه 86400 ثانية هيبقى فيه كام سايكل؟ اقسم الجاعة على 2، لأن كل سايكل بتعملها الساعة بتعملها في ثانيتين، يبقى أنا عندي 43200 سايكل في اليوم. ده السليمة لو الساعة شغالة سليم. طيب خلال بعد اليوم هيكون عندي تأخير 21 إيه؟ ثانية، يعني حوالي تأخير قد إيه؟ 10.5 10.5 إيه؟ 10.5 إيه؟ 10.5 سايكل متأخرة عن الايه؟ عن الوقت المظبوط. وبالتالي هيبقى في عندي هنا نسبة، هلاقي ان هي الساعة في اخر اليوم عملت بدل 43200 عملت 43189.5 ثانية، طرحت من دول 10.5، مظبوط؟ يبقى لازم يحصل في الزمن يقل بالفاكتور ده، هو الزمن يقل بالفاكتور ده اللي هو الفاكتور كام؟ 43189.5 على 43200. وبالتالي هقول ان الزمن الجديد هيساوي الفاكتور ده في الزمن القديم. طب الزمن الجديد بيساوي ايه؟ بيساوي 2 باي في الطول الجديد اللي انا عاوز اعدل طول الخيط بتاع البندول على عجلة الجاذبية، بيساوي الفاكتور اللي احنا قلنا عليه في 2 باي في الطول القديم في جي. عندي هنا الطول، هحسب من هنا الطول الجديد هيطلع بيساوي 9925 من 10000، وبالتالي ده ينقص قد ايه؟ ينقص عن الطول الاصلي اللي هو 993 من 1000 بحوالي نص من 100 ملم، نص من 100 ملم. يبقى انا لازم اقصر عشان الساعة اللي كانت متأخر دي 21 ثانية في اليوم، لازم أقصر الطول بتاع الخيط بنص من 100 ملي متر، نص من 100 ملي متر. هنكتفي المحاضرة بتاعت النهاردة يا شباب، عشان أول محاضرة هنكتفي النهاردة بالجزء ده. إن شاء الله بعد شوية هرفع لكم الباور بوينت على التيم ومعاكم الفيديو متسجل، معاكم الفيديو متسجل. حد ليه سؤال؟ طب حد سامعني؟ المثال رقم 3 يا دكتور. مثال رقم 3، يا نهار ابيض احنا في 7 يا ابني. حد ليه حاجه غير 3؟ نرجع لمثال 3. 3 اهو 100 100 اهو 3. ماله؟ السيتا بس جت ازاي؟ معلش سيتا، الله ينور عليك. بص يا حبيبي، الخط ده كله كام؟ الزاويه دي كلها كام؟ 180 يعني باي، مظبوط؟ تمام كويس. انا عاوز احذف سيتا دي، سيتا زائد الفا زائد الفا تديني كام؟ 180. يبقى سيتا هتساوي باي ناقص 2 الفا، مظبوط؟ مظبوط. طب الفا دي اجيبها ازاي؟ عندي ده مثلث قائم الزاويه، الطول ده 5 والطول ده 10، يبقى كوزين الفا بكام؟ 5 على 10. كوزين الفا بيساوي نص. خلاص؟ هيطلع كوزين نص يبقى الزاويه ب 60، يبقى دي 60 ودي 60، يبقى سيتا ب 60 اللي هي باي على 3. انا عارف سيتا بتساوي اوميجا في تي.
وأوميجا احنا حاسبينها من فوق بخمسة اجيب التي. ماشي يا حبيبي؟ تمام يا دكتور. حد سؤال؟ مثال سبعة دكتور بعد اذن. مثال سبعة. مثال سبعة دكتور. ماشي يا حبيبي. دكتور بعد اذنك يا دكتور بس. مثال ثلاثة تمام. واحد واحد يكلم. ها؟ مثال ثلاثة، مثال ثلاثة ثاني معلش. مثال ثلاثة ثاني. نفس اللي بيسأل؟ ولا واحد ثاني؟ واحد ثاني، واحد ثاني. واحد ثاني، قول يا حبيبي. لما نتكلم على الستة يا دكتور اللي هي المفروض تبقى ألفا بقى ولا الستة اللي هي ما بين ال أنا عاوز الجسم كان يتحرك من بي لبي داش تمام يبقى عمل مساحة زاوية كام؟ سيتا مظبوط؟ تمام 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 يعني الستة أصلا الستة بتبقى الإزاحة كمان الستة اللي هي بتبقى الإزاحة تمام أصل يعني كمان مفتكر اللي هو تبقى مثلا الحركة على المسار الدائري اللي هو مسار دائري من بي لبي داش ف... لا ما هو الزاوية اللي بتتغير من بي لبي داش المسقط بتاعه اتحرك من ناقص خمسة الموجب خمسة ماشي يا حبيبي تمام. ماشي يا دكتور ماشي شكرا حد عاوز حاجة من ثلاثة تاني سال سبعة بعده سال سبعة أيوة يا حبيبي ها إيه اللي مش واضح فيه النسبة يا دكتور اللي احنا عملناها اللي هي بتاعت تينيو بتساوي النسبة اللي هي تحت التينيو بتساوي 43189 على تيول هاي الجزئية دي جت ازاي بس مش فاهم انا دلوقتي عندي الطول الاصلي كان كام الطول الاصلي كان 993 مظبوط تمام الزمن الاصلي كان كام الزمن الاصلي كان بيعمل 43200 سايكل مظبوط تمام ده لو هي شغاله زي الفل ما بتاخرش الساعه دي كل يوم بتاخر كام ثانيه 21 ثانيه يعني بتعمل كام سايكل متاخره في اليوم 10 ونص لان قلت لك السايكل بتاخد ثانيتين تك توك تك توك يعني السايكل بتعمل في ثانيتين يعني هو مؤخر بقد ايه عاوز اخر ب 10 ونص سايكل يبقى الزمن اللي هو الجديد اللي هو الغلط هيبقى كام 43189 انا عاوز اعمل ايه عاوز اقصر او اطول الطول بتاع البندول عشان اصحح الطيب فانا عندي في ايرور فاكتور عاوز اصححه فبقول لازم الزمن يقل بالمقدار الفاكتور ده اللي هو 43189.5 على 43200 خلاص طيب الزمن عارف ان هو بجيبه بدلاله ايه الطول وهكذا ماشي يا شباب حد سؤال تاني طب في نفس المساله دكتور كنت ممكن اشتغل بالسؤال بس ممكن اشتغل بالثواني بالسايكل تشتغل بايه بالثواني بدل اللفات يعني بس جربها انا بقول ممكن يعني ينفع ولا لا ما انا بقول لك جربها وقول لي تمام يا دكتور تمام جرب وقول لي وابعت لي في الشات انت هتقول لي تنفع ولا ما تنفعش ماشي تمام حد ليه سؤال انا بعد ساعه هرفع لكم على 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 التيم البي دي اف بتاع المحاضره انا على فكره كان لسه في جزء من المحاضره ما كملش هاخده معايا في المحاضره الجايه ان شاء الله يعني انت هتلاقي في في البي دي اف جزء زياده هنشرحه المره الجايه باذن الله اي 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 حاجه ثانيه يا شباب تمام يا دكتور شكرا يا دكتور ماشي في رعاية الله ماشي أيوة يا بنت أيوة يا دكتور كنت عايز أقول لحضرتك بس وأنا لو اشتغلتها بالثانية هشتغل على 86 دي 86 مش هقسم عدد الثواني الموجود على 2 يعني ده اليوم ده اليوم ممكن تشتغل اليوم كله وتشوف الثواني اللي بتقل بس الثواني هتحسبيها بتقل بكام ب 21 أيوة ماشي ماشي يا دكتور شكرا ماشي يا دكتور عندي سؤال يا شباب تاني